السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. مشاهدينا، قبل الدخول في تفاصيل حلقتنا لهذا اليوم، نود التنويه أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نبدأ مشاهدينا الكرام من المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر وسم دقة طبول الثورة موقع تويتر في العراق بمناسبة إحياء الذكرى السنوية الأولى لثورة تشرين وانطلاق تظاهرات حاشدة لأغلب المدن العراقية للمطالبة بإسقاط حكومة المحاصصة الطائفية وأحزابها الفاسدة. طبعا نعرض لحضراتكم الآن مشاهدينا الكرام مقطعا متداولا لآلاف من المتظاهرين في بغداد وهم يتوافدون إلى ساحة التحرير من خلال نفق ساحة الطيران للمشاركة في المظاهرات المليونية لإحياء ذكرى ثورة 25 من تشرين الأول، فنشاهد. توافد آلاف المتظاهرين إلى ساحة الحبوب في مدينة الناصرية للمشاركة في تظاهرات 25 من تشرين الأول، فنشاهد. فنتابع التغريدات مشاهدينا الكرام التي وردت على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بالنسبة للمقطعين السابقين. دقة طبول الثورة هو وسم متداول كما قلنا ومتصدر تويتر العراق. تقول أطياب رياض: تجديد العهد بعد مرور عام كامل من الحرية. في تغريدة أخرى أريج تقول: بتشرين يحيى العراق من جديد، دقة طبول الثورة. وضمن التغريدات كذلك مشعل الشمري يقول: دقة طبول الثورة تشرين الحاسمة، إلى بر الأمان بسواعدكم، دمتم للوطن ذخرا ودامت ثورتكم رفعة وشموخ. وعباس يقول: دقة طبول الثورة هالمرة حاسمة، المرة السابقة كورونا رجعتنا، هالمرة ماكو رجعة إلا بتحرير الوطن، النفق اليوم يجنن. هذه كانت طبعا جزءا من التغريدات التي وردت على هذا الوسم. لدينا هناك وسم آخر أيضا في العراق متصدر وهو: لبؤات العراق سند الثورة.
طبعا هذا الوسم جاء بسبب المشاركة الفاعلة للمرأة العراقية ودورها الفعال منذ انطلاق ثورة تشرين ولغاية اليوم ودعمها الثورة على مختلف الصعد. دعونا نشاهد مشاهدينا الكرام العشرات من النساء وهن يشاركن المتظاهرين احتجاجاتهم تحت مجسر الثورة في محافظة بابل، فنشاهد. فنتابع التغريدات التي وردت حول هذا الوسم على موقع تويتر. في أول تغريدة لدينا من علي يقول: لبؤات العراق ضربنا مثلا للشجاعة والتلاحم والقوة، ثورة أكتوبر دونت المرأة أسطورة لها أو دونت المرأة أسطورة لها بوقفتها المشرفة مع أخيها وأبيها وزميلها في ساحة التظاهر. في تغريدة أخرى لدينا من دكتور أنس يقول: لبؤات العراق سند الثورة، بهن نفتخر ومعهن ننتصر، فتاء التأنيث لها كل التقدير ولها المحل الكبير بالانتصار. سلام يقول: هذا غيظ من فيض من نساء أمتنا العظيمات، فما أحوجنا إلى مجتمع يفهم أن النساء جزء من المجتمع وشركات في صنع البطولة والإنجازات الخالدة، ومنهن لبؤات تشرين. وفي آخر تغريدة لدينا من عباس الطائي يقول: كأنها الوصايا العشر، لا يمكن أن تموت ثورة نساؤها بهذا الوعي، فعلا لبؤات العراق سند الثورة. إذن كما قلنا هذه دائما تكون جزء من التغريدات التي ترد حول هذا الوسم. ضمن محاولات الحكومة للإجهاز على ثورة تشرين، قامت قوات مكافحة الشغب بالاعتداء على المتظاهرين المحتشدين قرب منطقة العلاوي في بغداد رغم سلميتهم. دعونا نشاهد الآن صور وثقت استهداف المتظاهرين وإصابة عدد منهم بجروح على يد قوات مكافحة الشغب في منطقة العلاوي وسط بغداد. انضرب الولد. سلمية سلمية. نبقى في هذا الإطار ونشاهد في المقطع التالي إصابة عدد من المتظاهرين على جسر السنك وسط العاصمة بغداد بعد استهدافهم من قبل القوات الحكومية، فلنشاهد. فلنتابع التعليقات التي وردت حول هذين المقطعين على موقع فيسبوك. من تاج الدين يقول: ربي يحفظكم وينصركم. شذا تقول: للأحزاب مسموح يدخلون الخضراء ويدمرون ويحرقون، لكن المتظاهرين السلميين ممنوع يقفون على أبوابها، سفل مجرمين وأولهم الكاظم المخادع. أم رتاج تقول: لعنة الله عليكم يا ميليشيات الدم والإرهاب، يعني السلميين تقمعوهم بالإعلام، الله لا يوفقكم. الشمري يقول: الأحزاب والتيارات تقمع الشعب بأسره. إذن مشاهدينا أيضا هذه جزء من التعليقات التي وردت حول هذه المقاطع. رغم مرور وقت طويل على إعلان الحكومة انطلاق العملية الأمنية ضد السلاح المنفلت، إلا أنه لا توجد أي نتائج حقيقية مع استمرار النزاعات العشائرية والأعمال الخارجة عن القانون. اندلع نزاع عشائري بمختلف الأسلحة في منطقة الإفضالية ببغداد واستمر لساعات وسط غياب أمني. دعونا نشاهد.
هاي مذنب طلقات رمي قوي. هناك تعليقات وردت حول هذا المقطع، دعونا نقرأ لحضراتكم جزءا منها. من وليد يقول: مو تقولون سوينا عمليات لحصر السلاح بيد الدولة فقط، هذول منين حصر السلاح بيد الدولة فقط، هذول منين جابوا الأسلحة؟ يتساءل وليد. في تعليق آخر، قاسم يقول: لا هواي حاصرين السلاح بيد الدولة، متهكم طبعا قاسم. أبو سيف يقول: إذا غاب القانون أصبح البلد غابة، من المنطقي. وعلي الكناني يقول: العالم وين وصل والعراق بعد ما مخلص من ظاهرة النزاعات العشائرية، أو ما خلص من ظاهرة النزاعات العشائرية، يبقى السلاح منفلت طبعا بيد من لديه القدرة والسلطة والعلاقات كذلك، وطبعا يهاجم أو يستخدم هذا السلاح لإبادة الشعب العراقي بشكل عام بكافة الأطياف والمكونات لا اختلاف، لأن صاحب السلاح أو حامل السلاح هو واحد. نراكم بعد قليل. في فقرة أنت ترى، وهي خدمة طبعا تقدمها قناة الرافدين للمشاهدين الكرام، وردنا عبر هذه الخدمة مقطع لبيان ثوار بابل بعد عجز السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية عن تحقيق المطالب المشروعة المرفوعة منذ تشرين من العام الماضي وحتى الآن من قبل الشعب العراقي، والتي سالت من أجلها دماء أبنائه الزكية. وعلى رأس تلك المطالب بالطبع محاسبة قتلة الشهداء وإسقاط النظام. دعونا نشاهد المقطع. بيان صادر من تنسيقية تظاهرات شمال بابل مدينة الشهداء مدينة المسيب. أبناء شعبنا العراقي الأبي، ندعوكم إلى الخروج بتظاهرات حاشدة كالموج الهادر لإزاحة الطغمة الفاسدة في منطقة الغبراء التي أذاقت شعبنا الذل والهوان لمدة 17 عام، وكان آخرها قتلة أبنائنا المتظاهرين المسالمين الأبرياء وخطف الناشطين الذين لا يريدون سوى عزة بلدهم وسيادته وضمان حياة حرة كريمة للجميع. ولذلك نطالب جميع الأحرار في العراق والثوار المشاركة الفعالة يوم 25/10 لتلبية مطالب الشعب المتمثلة. أولا، محاسبة قتلة المتظاهرين. ثانيا، حصر السلاح بيد الدولة. ثالثا، مكافحة حيتان الفساد. رابعا، تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات نجية وشفافة وأقرار المحكمة الاتحادية وقانون الانتخابات. خامسا، إقرار مفوضية مستقلة للانتخابات وإجراءها في موعدها تحت إشراف أممي. وعاش العراق، عاشت ثورة تشرين المباركة، عاش الشهداء الأبرار أحياء عند ربهم يرزقون. عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق.
في فقرة الخبر المزيف، تداولت عدة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرفق بخبر مفاده الحشود اليوم الجمعة في اسطنبول ردا على الرسوم الفرنسية المسيئة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الحقيقة من هذا المقطع الذي ستشاهدونه الآن مشاهدينا الكرام، وهو أن المقطع يعود لعام 2019 احتفالا بمناسبة المولد النبوي الشريف في اليمن. دعونا نشاهد. في فقرة الهاشتاج، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام واسما حمل عنوان جرف الصخر ينتظر أهله بمناسبة مرور 6 سنوات على تهجير سكان المنطقة. وقال مغردون إن سكان جرف الصخر ما زالوا ممنوعين من العودة إلى منازلهم رغم الوعود الحكومية بإعادتهم منذ سنوات، فيما أكد آخرون أن جرف الصخر تحولت إلى ثكنة عسكرية للميليشيات ومركز لتخزين الأسلحة وتصنيع الصواريخ التابعة للحرس الثوري الإيراني. دعونا نقرأ لحضراتكم مشاهدينا الكرام جزءا من هذه التغريدات التي وردت. عثمان المختار يقول: يصادف يوم غد مرور 6 سنوات على انتهاء العمليات العسكرية في جرف الصخر، ما زالت المدينة محتلة من الميليشيات التابعة لإيران، بينما يسكن أهلها بالمخيمات في بطن الصحراء بأكبر عمليات تهجير جماعية للسكان منذ نكبة 67. حق العودة لأهل الجرف وكل المدن لا يسقط بالتقادم. في تغريدة أخرى من زياد السنجري يقول: هل من المعقول أن أنتظر من الكاظمي ومن من سبقه من رؤساء الحكومات أي إصلاح وحصر السلاح بيد الدولة وجرف الصخر محتلة من قبل إيران منذ 6 سنوات؟ هل تعلمون أن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية ممنوع من دخول الجرف بأمر من الحرس الثوري الإيراني؟ يتساءل زياد السنجري. في تغريدة أخرى من أياد الدليمي يقول: جرف الصخر ينتظر أهله، ما أصعب أن ترى وتشاهد بيتك ومنطقة صباك وشبابك وقد احتلت. كلما شاهدت صور الميليشيات وهي ترتع في جرف الصخر أشعر برغبة في الصراخ، ما أصعب أن يحتل بيتك، حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي آخر التغريدات لدينا من محمد جعفر يقول: برلمانيون عراقيون بالإضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أكدوا أن هناك فيتو إيراني يمنع عودة أهالي جرف الصخر، ليتمثل ذلك واحدا من أكثر صور الانتداب الإيراني والهيمنة في العراق من خلال الميليشيات المتنفذة. إذن يعاني أهالي جرف الصخر من التهجير، يعانون من المنع من العودة إلى منطقتهم، يعانون في مخيمات النزوح من الحرمان ومن الغياب الحكومي الواضح لمساعدتهم وإنقاذهم. نراكم بعد قليل. في فقرة القصص المنوعة، فرنسا بلد الدم والدمار والعنصرية، في الوقت الذي تملأ شعارات الديمقراطية وحرية التعبير الفرنسية شاشات التلفاز، يهاجم نظامها السياسي الإسلام والمسلمين بأقصى الطرق. تصريح جديد لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمانان يصف فيه القسم الخاص بالمنتجات في السوبرماركتات الفرنسية بالمطبخ الطائفي. دعونا نشاهد. Moi, ça m'a toujours choqué d'entrer dans un hypermarché et de voir qu'il y avait en arrivant un rayon de telle cuisine communautaire. Et comme ça que ça commence, ce communautarisme. Quand on vend des vêtements communautaires, peut-être qu'on a une petite responsabilité dans le communautarisme.
Je pense que le capitalisme français, le capitalisme mondial, a une responsabilité. Moi, ça ne me choque pas. L'islam est une religion qui vit une crise aujourd'hui. Toute cette action a été permise par la mobilisation justement de cette lutte contre la radicalisation. Celle-ci s'est intensifiée avec depuis maintenant bientôt un an. من أوجه الرد على فرنسا بعنصريتها المستمرة ضد المسلمين هناك وسائل متعددة. دعونا نشاهد وسيلة من هذه الوسائل، وهي سحب المنتجات والسلع الفرنسية من أحد أكبر المحلات التجارية في الأردن. دعونا نشاهد. هيك قاعدين بتم سحب منتجات فرنسية من الأسواق الأردنية. طبعا عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله عليك، والله يعطيك العافية. المنتجات الفرنسية كاملة. أعطينا عرباي ثانية. إن شاء الله كل الأسواق بتحذي حداكم. في جميع فروع العقرباوي مول. إن شاء الله. كرامة لرسول الله. هاي كل. لا للمنتجات الفرنسية. يلا. هات عرباي يلا. الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله بتلاقوا الرزقة ربنا وبيعوضكم عليها. قبل الختام مشاهدينا الكرام، نذكر أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.